لا ما بدوخش دلوقتي، ما بقيتش بدوخ، بس زمان كنت بدوخ جدا يعني. اهلا، واضح انا افنان، اسمي افنان شاهر، عندي 25 سنة، خلصت لسانس حقوق جامعة عين شمس، وبدرس مسرح من وانا في سنة اولى جامعة في مسرح الجامعة. اوكي. وبقيت مهتمة بالتمثيل بس لحد ما اتعلمت رقصة المولوية الصوفية بفضل رواية قواعد العشق الاربعون. دي رواية احنا عملناها مسرحية عندنا في الجامعة، وراحت مهرجانات كتير. والرواية دي بتحكي عن المريد او الدرويش اللي قابل مولانا جلال الدين الرومي، وازاي هم عملوا الرقصة دي علشان تبقى هدف للتقرب من ربنا ودعوة للحب والسلام. الرواية دي بيتطلب ان انا اكون بعرف ارقص مولوية. اخدنا وقت كتير جدا جدا في التدريب، وكنا بنتعب وبنقع وبندوخ وحاجات كتير قوي. ده كله كان علشان خاطر العرض يطلع بيرفكت يعني، او احسن حاجة. بس الموضوع بعد كده راح بيا في حتة انا تانية، ان انا ادمنتها جدا، وكانت اول حاجة ادمنها بعد التمثيل. لا ما بدوخش دلوقتي، ما بقيتش بدوخ، بس زمان كنت بدوخ جدا يعني، كنت بدوخ وبقع وبرجع وتفاصيل كده كتير يعني، مش لطيفة خالص. هي الفكرة بس ان انت لازم تكسر الدوخة، لازم تبقى بتلف بشكل مستمر يوميا لمدة مينيموم 3 شهور يعني. في الاول كنت ببص كده على صباعي وانا عاملة كده، فما كنتش بدوخ. عجبني في الرقصة دي حاجات كتير قوي، اهمها ان انا ببقى حاسة ان انا مفيش فاصل ما بيني وما بين ربنا، مش مركزة مع الناس اللي موجودة حواليا، مش مركزة في المشاكل، مش مركزة في ايه اللي بيحصل سواء حواليا دلوقتي او في حياتي كلها. لا، هي مش مجرد رقصة، هي رقصة بس هي مش مجرد رقصة، انا مقتنعة ان هي عبادة. هو اي بنت بتبقى رايحة عشان تشتغل وعشان تجتهد وتوصل لهدفها، ما اعتقدش يعني ان هي بتقابل مشاكل طالما بتتعامل مع ناس يعني اصحاء نفسيا، خصوصا ان المجال ده بالذات الناس فيه اللي موجودة جمال قوي يعني. ما اعتقدش ان حد ممكن يتضايق منهم خالص، ولا على مستوى الشغل ولا على مستوى الحياة، ولا بنت ولا ولد. ده تقريبا تاني سبب بيخليني مكملة في الموضوع ده جدا، حتى لو هو حقيقي مجهود كبير. قد ايه الناس بتبقى مبسوطة، وقد ايه انت بتحس انك سبب في وصول طاقة عظيمة وهالة روحانية يعني، فوشوشهم لوحدها بتبسطك.